وفما مجموعة بطبيعة الحال من الخونة والعملاء في الداخل اللي يعملوا على تشويه صورة تونس. لو كان جات فما حد أدنى من الوطنية راه ما تكلموش بالطريقة هذه. جوع الشعب. ما جوع الشعب. فماش أربعة من الناس بتجوعوا الشعب. فما دولة وثم مؤسسات دولة ودولة قوية. إن شاء الله يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. التزود بتاعكم عاد لا كالعاده كالعاده بالنسبه للعاده نجيبه وين نجيب الفرينه وبالنسبه للحميره وبالنسبه حال ما نقدم القشفي بالنسبه ل الحمد لله عشان يتوفر الخبز لكل التونسيين. لا لا الحمد لله. أيوة. لا في تحسن. في تحسن. الحمد لله يا سيدي الرئيس الحمد لله. إن شاء الله قدرتنا في تحسن. إن شاء الله. ومن الناس اللي تحب تعرف كيف تكون للتونسيين باش تتصدر لهم. الحمد لله أنا نعمل مشغول من الصباح حتى الوقت الحاد كأكاديمي من 5 إلى 7 موجودين إن شاء الله. موجود. الحمد لله صحيح باش نتحققوا شوية. الفرينة موجودة. الفرينة موجودة احنا كلمناها. أيوة. والخميرة أكيد كبيرة. الخميرة موجودة. أو اللي تم حجز ولا كل شيء موجود. كل شيء موجود. كل شيء موجود. أنا شنو في آخر شهر بس حقوا شوية. ما شارش بالاتجاه. في سؤال أي خد المدة الأخيرة بتاع الشهر ما أكثر. إذا بقدرة الله تتوفر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نحسن نحسن وتم معنا ضرب المحتكيين وإن شاء الله اللي يحاول يحتكر أيضا يتم ملاحقته بالأخير إن شاء الله تبيحة ما عندهمش حتى شعور بالانتماء الى تونس. وفما مجموعه بطبيعه الحال من الخونه والعملاء في الداخل اللي يعملوا على تشويه صوره تونس. لو كان جات فما حد ادنى من الوطنيه راه ما تكلموش بالطريقه هذه. جوع الشعب. ما جوع الشعب. فماش اربع من الناس بتجوعوا الشعب. فما دوله وثم مؤسسات دوله ودوله قويه. ان شاء الله يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم.